أضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بسيناء أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لتطهير سيناء من الإرهاب خلال السنوات الماضية وذلك بالتوازي مع عملية التنمية الجارية على أرض الفيروز. أوضح مدبولي أن التواجد اليوم في هذه المحافظة والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين. قرار الحكيم اللي أخده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عملية مكافحة الإرهاب تحصل بالتوازي مع عملية التنمية فبالتالي احنا كنا بقالنا أربع خمس سنوات بنحارب الإرهاب ولكن في نفس الوقت ما توقفناش عن إنشاء المشروعات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عليها لأن لو كان التفكير الطبيعي والعادي إن احنا الأول نقضي على الإرهاب ونبدأ بعد كده مشروعات التنمية كنا هنخسر أربع سنين لو كنا النهاردة عايزين نبدأ في عمليات التنمية النهاردة يبقى كنا هننفذ هذه المشروعات بدءا من النهاردة وتاخد وقتها وبتكلفة هتبقى أضعاف اللي اتصرف عليها في خلال الفترة الجاية الرسالة النهاردة هذه المشروعات الحمد لله أنجزناها كدولة وبقت جاهزة أنها تخدم عملية التنمية في شمال سيناء مرة أخرى يعني أنا بتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا بوجهها لكل مواطنين الشعب المصري بشكر كل أفراد القوات المسلحة المصرية البواسل والشرطة والمدنيين من أهالي شمال سيناء ومن كل حتة في مصر اللي استشهدوا أو أصيبوا من جراء لعمل الإرهاب الغاشم اللي حصل على مدار الفترة السابقة واللي لولاهم مرة أخرى إحنا ما كناش هنبقى واقفين هنا وكلنا مع بعض في هذا المكان